هلو هلو هلو، ازيكم يا حبيبي؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. النهارده عايزه اشارك معاكم احساس فرحني جدا. من يوم ما دخلت اليوتيوب وانا هدفي اني اقدم محتوى مفيد وملهم للناس، والحمد لله بعد رحله طويله مش سهله قدرت اني احقق جزء من حلمي ده بيكم انتوا، وهو اننا نكون اول قناه عربيه فيها تعدديه في المحتوى بالشكل ده، في محتوى اسري اجتماعي، وده موجود كل يوم سبت في سلسله سوبر ماما واللي هتشوفوه بكثره الفتره الجايه عندي على القناه. ده غير المحتوى المعماري الملهم القريب جدا لقلبي وبنشوفه كل يوم ثلاث في سلسله بيتي، واخيرا طبعا ما ننساش المحتوى الترفيهي اللي بنشوفه في سلسله المنتجات الغريبه يوم الخميس زي النهارده. فعشان ما اطولش عليكم، اليوتيوب ما بيدعمش النوع ده من المحتوى او القنوات، خصوصا في البحث والوصول للناس، عكس مثلا القنوات المتخصصه في الترفيه بس. بس الحمد لله بيكم وبدعمكم فكرت كتير وحاولت كتير لحد الحمد لله ما جزء من حلمي اتحقق، وقدرنا نكون مع بعض اول قناه عربيه بتقدم ثلاث محتويات مختلفه بشكل كامل واسبوعي. وزي ما تعودتم دايما على الافكار الجديده اللي بتشوفوها عندي لاول مره باليوتيوب، زي سلسله تجارب المنتجات الغريبه اللي كلكم بتحبوها وبداناها مع بعض من شهر واحد تقريبا اللي فات، وجربنا فيها اكتر من 100 منتج، فيهم اللي نجح واثبت نجاحه وفيهم الفشل فشل ذريع. واجمل ما في الموضوع انها كانت مصدر الهام لفيديوهات ولناس كتير. والنهارده جايه لكم بفكره فيديو جديده تماما ولاول مره بتشوفوها باليوتيوب، وهي ان انتم اللي هتختاروا المنتجات الغريبه اللي هنجربها مع بعض الحلقه اللي جايه. ايوه، متابعيني هيختاروا لي اغرب منتجات بالعالم علشان اجربها. اي حد حابب ان اختياره يكون معايا في الحلقه اللي جايه ونجربه مع بعض ونشوف هيشتغل ولا لا، يبعت لي الاختيار بتاعه على الانستجرام، بس اهم حاجه ان يكون بعته بلينك او بعته بموقع بيوصل لمصر زي سوق جوميا نون او اي موقع فيه خاصيه التوصيل لمصر ما يكونش بيقعد 9 سنين، فاهمين قصدي؟ عشان نقدر نعمل الفيديو ده يوم الاثنين اللي جاي. واستنوا فيديو البونص يا جماعه كمان من سلسله تجارب المنتجات الغريبه اللي انتم هتختاروها والاول مره هتكون موجوده على اليوتيوب. مستنيه جدا اشوف اختياراتكم وهتعملوا فيا ايه، واشوف التجارب هتنجح ولا هتفشل. وبس كده، بحبكم قد الدنيا، ومن غير كلام اكتر من كده يلا بينا ندخل في فيديو النهارده، لان فيديو النهارده هنجرب مع بعض اغرب المنتجات التجميليه للبشره والمكياج والشعر في الفيديو ده. وفي حاجات والله انا مش عارفه هي هتشتغل ازاي ولا هيحصل فينا ايه، بس ربنا يستر. يسرى تجرب. اوكي يا جماعه، جاهزين لاول منتج؟ اول منتج ده الصراحه هو انا مش عارفه هو يتصنف ايه، بس انا الصراحه كنت هموت واجربه بقالي فتره، بس ان كل شويه عمال يطلع لي في دعايات الفيسبوك ويطلع لي في دعايات الانستجرام ويطلع لي في دعايات الابلكيشنز كلها، وممكن نصنفه ان هو منتج تجميلي، وهو يا جماعه الشيء ده. ده شيء غريب جدا وموتر جدا، هو فكرته انه بيعمل مساج لفروه الراس او للشعر، وده كان سعره 80 جنيه، انا لقيت اماكن بتبيعه ب 40 جنيه كمان، بس لما شفت ريفيوز وكده ان الكواليتي بتفرق، يعني بيبقوا كلهم نفس الشكل بس المعدن ده بيكون ضعيف فمش بيقدموا نفس السيرفيس او كده، تعمل كده فالمفروض ان هو كل الايادي الصغيره دي تبقى زي صوابع كده صغننه تقعد تعمل لكم مساج في دماغكم. جاهزين؟ اوكي يا جماعه، الموضوع موتر بس حلو جدا جدا، بقى مش قادره اقول لكم. تخيلوا في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 كائن بيهرش لكم في دماغكم في لحظه واحده. واو. وده هديله 9 من 10. الحاجه الوحيده الصراحه اللي هينقصها فيه انه حاسه ان عمره الافتراضي مش هيبقى كتير، لان حاسه ان دول مش قويين كفايه ان هم يصمدوا مثلا خصوصا في التخزين او كده ياخد مكان كبير، فصراحه دي الحاجه الوحيده اللي انا مش حباها فيه، بس غير كده ده حلو جدا. اوكي يا جماعه، دلوقتي جه معايا منتج رقم 2، وده صراحه بقاله فتره عندي في البيت وعايزه ان انا اجربه معاكم. من ساعه ما عملنا فيديو اغرب منتجات للشعر تقريبا كان في شهر فبراير وقت الفالنتاين على ما اتذكر، ومن ساعتها يا جماعه والمنتج ده قاعد حزين جدا مستني ان احنا نجربه مع بعض. وهو فكرته باختصار ان هو زي سيليكون كاب كده وبنلف عليه الشعر، المفروض ان هو بيعمل الشعر ويفي كده يبقى شكله كيوت جدا من غير ما نحط عليه اي حراره ولا اي حاجه. فكرته
بكل بساطة ان الشعر بيفضل جواه محبوس كويس وممسوك كويس، فما بيقعدش ان هو يفك او كده. فصراحة حبيت الفكرة بتاعته جدا، وهنجربه دلوقتي مع بعض علشان نشوف اخر الفيديو هل النتيجة بتاعته تستحق ولا لا، لانه الصراحة شفت عنه ريفيوز كتير جدا حلوة، خصوصا ان اغلبيتهم قالوا ان هو مريح جدا وقت النوم. الناس دايما اللي بتعمل شعرها ويفي من غير ما تستخدم حرارة عارفين ان الموضوع ده ساعات بيبقى مزعج وقت النوم، ان بيبقى في حاجات كتير جدا في دماغكم او كده. فده كانت من الريفيوز الحلوة عليه ان هو ما بيسببش اي قلق وقت النوم. يلا بينا نروح نبل خصلة من شعرنا علشان نجرب. اهلا بيكم في معمل التجارب والاختبارات. جيت هنا علشان ابقى جنب حوض المطبخ لان هنستخدم المية في المنتجات اللي جاية كتير. يلا بينا نبل خصلة من الشعر. انا صح افضل ان انا ابل خصلة تحت علشان لو الموضوع فشل شعري ما يبص لان لسه اليوم طويل. اوكي يا جماعة كده انا بليت الخصلة دي، والمفروض فكرة الشيء ده ان احنا هناخد شعرنا كده وهنلفه على السيليكون كاب دي او بتاع السيليكون دي، اي وهنقوم رافعينه كده لفوق، وبعد كده لما بتوصلوا لنهاية الشعر كده بنقوم ضغطين ونقفل عليه، فيفضل شايفين هي دي فكرته ان الشعر يبقى سكيورد كده ومقفول عليه كويس ما يقعدش ان هو يفك او كده. فصراحة بصوا انا بشدها ما بتتفكش، فصراحة حبيتها جدا فعلا في الشيء ده. بصوا حبيت يا رب تعمل كيرلز كويسه، لان الصراحه يا جماعه اغلبيه المنتجات اللي كنت جربتها معاكم في الجزء الاول من تجارب منتجات الشعر ما حبيتش شكل الويفز اللي كانت بتعملها وقتها، وقلت لكم انا بحب شكل الويفز الواسعه اللي تكون ديفاين كده. فعندي امل ان ده يعمل كده لان حجم السيركل اللي بنلف عليها او الدايره اللي بنلف عليها كان ممتاز. اوكي يا جماعه ننقل على ثالث اختراع للفيديو بتاعنا النهارده، وثالث اختراع ده صح انا متحمسه له جدا لان انا شخصيا بتحب السكين كير ليتلي بشكل مش طبيعي، يعني تقريبا اكتر حاجه متحمسالها جدا في حياتي اخر فتره هي العنايه بالبشره. فاول ما شفت السفنجات السحريه دي بتاعه العنايه بالبشره الصراحه ما ترددتش لحظه اني اجربها معاكم. اعتقد بالكوري لان الكتابه اللي ورا دي اعتقد يا كوري يا صيني مش عارفه. بصوا هو ده كده شكلها، هما بيجوا 12 واحده مع بعض، ودي فكرتها لما شفت على الانترنت انها لما بتدبل بتبقى سفنجه اللي هي بتشيلوا بيها السكين كير عارفينها دي، السفنجه اللي هي بتشيلوا بيها الماسكات. فصراحه متحمسه لها جدا، وسعرها ما كانش غالي، كانت الباكت دي فيها 12 كان سعرهم تقريبا 25 جنيه او 30 جنيه حاجه كده. فصراحه سعرها حلو جدا لو اشتغلت، فمتحمسه جدا ان احنا دلوقتي نبلها مع بعض ونشوف هتنجح ولا لا. دلوقتي هحط السفنجه جوه السلطانيه اللي فيها ميه دي. صراحه انا مش عارفه هو المفروض نسيبها قد ايه لان مش مكتوب عليها اي حاجه ممكن تكون مفهومه. استنوا 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 بجد يا جماعه شوفوا بتعمل ازاي. او ماي جاد سحر، هذا هو الماجيك، انها حقا خطيره. يا بجد ايه ده، الموضوع موتر جدا الصراحه. بجد شكلها كان سحري جدا للغايه. بصوا شكلها حلو جدا وسفنجه قوي بقى في نفسها دي، لو ما خدتش 10 من 10 يبقى الكوكب فيه حاجه غلط. تحفه، واحلى حاجه ان سعرها كان بجد رخيص جدا. بصوا بجد حاسه انه الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. انا مش عايزه امسح وشي عشان الميك اب بس او ماي جاد حلوه جدا. اوكي يا جماعه بما اننا في جو الميه والسفنجات والكلام ده كله، عايزه اعرفكم على الفوطه السحريه. فكره الفوطه دي يا جماعه لما شفتها على النت انها فيها زي مايكرو فايبرز كده معموله بطريقه معينه الفابريك بتاعتها، فان انتم بمجرد ما تبلوها وتمسحوا الميك اب بتاعكم بيتشال من غير اي صابون او اي غسول او اي حاجه زي كده، بس بالفوطه. فصراحه حسيت انه لو اشتغلت هتكون حلوه جدا وموفره جدا في فكره الميك اب ريموفر، او حتى فكره الكوتون بادز اللي هي اللي بنشيل بيها الميك اب او كده، او الميك اب وايبس، ودي هتكون عمليه جدا ان انتوا تقدروا تحطوها عادي بكل سهوله في غساله الاطباق، في غساله الهدوم. معلش يا جماعه المطبخ مسيطر عليا وتطلع لكم كانها جديده. فدلوقتي هنبلها الميه بتاعتنا ونجرب نشيل الروج الووتر بروف اللي احنا حاطينه ده. جاهزين يا جماعه؟ استنى بالله تاني من غير ما اعصرها قوي لان انا نزلت كل الميه اللي فيها. بتهزر، انتوا متخيلين؟ طيب يا جماعه انا عايزه دلوقتي حالا كلنا نسقف للاختراع الذكي جدا ده. انا عمري في حياتي كلها في حياتي من يوم ما اتخلقت ما حطيت روج احمر وشلته من غير ما يبقى اللون الاحمر في كل حته في وشي.
الاختراع ده قمر بمعنى الكلمه بجد، مش مصدقه. انتوا متخيلين يا جماعه مفيش ذره ميك اب على وشي؟ هروح احط الروج بتاعي ونرجع نكمل الفيديو ده. اتحمست ورجعنا لاناقتنا تاني. صح يا جماعه الفيديو ده مليء بالانجازات، يعني اتحست بجد كل المنتجات ناجحه لحد دلوقتي، وده ما بيحصلش. ماشي، المنتج الجاي صراحه انا مش عارفه اصنفه في ايه، بس ممكن نصنفه في نفس الكاتيجوري بتاعت اول منتج بتاع مساج الراس، بجد حلو جدا. مهم يعني ان المنتج ده فكرته ان هو بيقوم العمود الفقري مع الرقبه كده، فتبقوا قاعدين في حاله كده استرخاء وتشيلوا الحمل شويه عن ظهركم، خصوصا ان انا فعلا بعاني بالم قوي جدا دايما في رقبتي. ففكره الشيء ده انه بيساعد الرقبه بتاعتكم تكون في حاله استرخاء. استحملوا شكلي بس دلوقتي لحد ما نلبس الشيء ده. اوكي لو انا فاهمه صح، تمام. وبعد كده بصوا فيه هنا كده زي ماجيك، المفروض ان انا بقفل ده عليه. مش عارفه ليه حاسه ان البتاع ده هيخنقني، وهقفل البتاع التاني ده كده عليه. انا مش عارفه انا بعمل ايه. وبعد كده في البتاع ده زي بتاع جهاز الضغط البدائي ده، بعد كده المفروض ان ده بيركب هنا بالمنظر ده. بعد كده حبيت، بصوا شايفين داعم الرقبه قد ايه من هنا. قول يا جماعه في حاجه غريبه بتحصل، بس انا كل ما بدوس دوسه رقبتي تترفع على فوق، وبالتبعيه بحس ان انا ظهري بيترفع. مش عارفه فاهمين قصدي ولا لا، بس مش عارفه اوضح لكم حقيقي، بس هو ده اللي بيحصل. ابتديت احس اني بتخنق، اعتقد ان انا المفروض اوقف كده، والمفروض بقى ان احنا نقوم قافلين ده كده ونفكه. دي اللي هنا دي المفروض ان احنا نسحبها كده على فوق، ايوه، بعد كده نفكه عادي. فنبدأ بقى قاعدين كده و استنى صحة شوية، صحة استني بتخانق. يا جماعة ما تجربوش اللي انا بعمله ده بجد في البيت. لو في دكتور بيتفرج علينا يقول لنا ده المفروض بيعمل ايه بالظبط، بس انا حاسة فعلا ان انا رقبتي مرتاحة، الحتة اللي هنا دي كده مريحاني جدا، وظهري الفقرات اللي فوق خصوصا اللي هي الحتة اللي بيقولوا عندها القتب دي حاسه انها مريحاني قوي، خصوصا ان انا عندي الم فيها قوي جدا من وقت الجامعه. اعتقد ان البتاع ده انا هستخدمه بالليل كده، واقعد اتشيل، احط شيت ماسك على وشي، واشغل شمعه ريحتها حلوه جنبي، واقعد كده انسى هموم الدنيا وانسى هم دماغي. هو شايل لي وزن دماغي كله الصراحه. اوكي صح يا جماعه، متحمسه جدا ان احنا نشوف نتيجه الشيء ده ايه، بس دلوقتي هنجرب اخر منتج معانا ليه النهارده، هو برده ليه علاقه بالشعر علشان يساعدنا نوصل لافضل نتيجه بيه الشيء ده. هو يا جماعه اصغر سشوار او استشوار او مش عارفه بتقول عليه، هو اسمه ايه؟ اكتبوا لي تحت، عشان دايما من وانا طفله مش عارفه اسمه سشوار ولا استشوار او الهير دراير من الاخر. ده اصغر واحد في العالم، وانا كنت جربت لكم في فيديو منتجات التجميليه اللي فاتت اصغر بيبي ليس او اصغر مكوى للشعر في العالم كله، وصح حبيتها جدا خصوصا للقصه او للشعر اللي قدام، بس على الشعر كله صح حسيت ان هي مش عمليه زي ما قلت لكم، وهتاخد مجهود وفي حاجات تقدروا تجيبوها كواليتي افضل بكتير. فده بقى يا جماعه اصغر استشوار في العالم، وده بالمناسبه اغلبيتكم كتبتوا لي تحت على الفيديو اللي فات ان يسرى ده في كمان استشوار او استشوار كمان صغير، فليه ما تجيبوش وتجربيه؟ فسمعت كلامكم وهي دي النتيجه. الله لونه تحفه منت جرين، على فكره ده من الواني المفضله، للي متابعني عارف ان انا عامله اوضه فرح نفس اللون ده، بجد من اكتر الالوان اللي انا بحبها وبحسها مهدئه جدا للاعصاب. وهو بيجي شكله كده ومعاه السلك بتاعه، صراحه السلك الكواليتي بتاعته حلوه وبيلف نايس، لان ده كان سعره 60 جنيه، ف حلو جدا. وطول السلك منطقي بالنسبه لحجم السشوار، وهو من ورا فيه الفتحات دي، ومن قدام بيطلع الهواء وبيتني كده. اكتر حاجه صراحه عجباني جدا ان هو بيتني، فكمان ما بياخدش حجم زياده، ومن هنا ده اللي هو زرار التشغيل في سرعتين كمان، انترستنج جدا بالنسبه لحجمه ولسعره. فدلوقتي هنحطه في فيشه الكهرباء ونشوف بيشتغل ولا لا. معلش يا جماعه الاضاءه هنا مش افضل حاجه، بس دي اقرب مكان للفيشه، لان انا ما عنديش مشترك طويل في البيت كلهم مستخدمين. فبسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نشوف هيشتغل ولا لا. عايزه اقول لكم ان الهواء اللي طالع على اول سرعه سخن جدا، بصوا الهواء قوي.
وحبيت فكره ان صوته مش عالي جدا. خلينا نجرب السرعه الثانيه. انا عايزه اقول لكم ان السرعه الثانيه فيه قويه جدا، تكاد تكون قريبه لسرعه يعني السشوار الكبير الاولى مثلا، ففعلا عملي جدا خصوصا في السفر او كده. فهستخدمه ان انا انشف الشيء اللي احنا حاطينه هنا ده علشان نشوف افضل نتيجه للجهاز وما نكونش ظلمناه. انا عملتها بالسشوار وسبتها انها تهدى شويه او ترتاح لمده 10 دقائق تقريبا. عارف ان الحاجات دي افضل استخدام ليها ان انتوا تسيبوها اوفر نايت عشان ما تستخدموش معاها اي حراره، انكم تاخدوا شاور بالليل تستنوا شعركم يبقى يعني مندي بس شويه وتعملوها، ما تخلوش شعركم مبلول قوي علشان تنشف. بس يعني احنا عشان سرعه الفيديو عشان نشوف افضل نتيجه ممكنه ليها استخدمت سشوار، وانا اتعمدت ان ما اخدش خصله كبيره فيها علشان تلحق تنشف. بسم الله. Oh my god يا جماعة! Oh my god! بتهزر! Oh so cute! حبيت، أنا اعتمدت ده، ده تقريباً من الجزء اللي فات ده أفضل شكل كيرل طلع عاجبني، وده فعلاً ممكن إن أنا أعمله وأخرج أو كده، بس بعد كده لما أعمله هلفه لحد فوق خالص علشان يبقى كله جاي إن هو ملفوف، والصراحة هي حجمها حلو جداً فتقدر إنها تاخد شعر زيادة، وفي منها كمان أحجام مختلفة، الكبير والحجم الصغير، فده ممكن نستخدمه أكتر في الجزء الأمامي من الشعر، بس أوفر أول حبيت. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. اكتبولي تحت في التعليقات ايه اكتر برودكت حبيتوه، الصراحه انا معجبه بكل المنتجات بتاعت النهارده، حظي النهارده كان نار. بس بصراحه لو هتسالوني انا ايه اكتر منتج عجبني قوي وهيبقى على طول في استخدامي اليومي، هو السفنجات السحريه دي بصراحه ابهرتني، مش عارفه ليه، يمكن لان انا تافهه وشفت سحر بيحصل قدامه وفقره السحر والكلام ده، بس بجد دي علمت جوه قلبي. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تبعتوا لي على الانستجرام ايه المنتجات اللي انتوا حابين ان احنا نجربها مع بعض الفيديو اللي جاي، لان انا بجد متحمسه جدا اشوف اختياراتكم والتجارب اللي هنعملها مع بعض الحلقه اللي جايه. وبفكركم بفيديو يوم السبت من سلسله سوبر ماما، اوعوا يفوتكم لانه فيديو مميز جدا ومفيد جدا لاي ام في الدنيا دي، وفضلت اسبوع كامل بصور فيه فما يفوتكوش ابدا، وهيبقى فيديو لاول مره بتشوفوا فكرته على اليوتيوب. مش عارفه انا الفتره دي عماله بطلع افكار يا جماعه، انا محتاجه حد يكتشفني. فمن غير كده اكتر من كده، لحد الفيديو الجاي هتوحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم انكم هنا. Thank you.